أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث المؤمن مرتهن بدينه، وهل الديون البسيطة تدخل في ذلك؟ نعم، الحديث صحيح، المسلم مرتهن في دينه حتى يقضى عنه كما في الحديث، ولا فرق بين الدين الكثير والدين القليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له جنازة يصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. ديناران، والديناران قليلة. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة: أنا أتحملها يا رسول الله. أتحملها هذا الصحابي، فتقدم رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما دفنت الجنازة ولقي الرجل المتحمل بعد يوم، قال: ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، ما مضى إلا يعني فترة يسيرة. ثم لقيه في اليوم الثاني، قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. نعم.